الولد عينيه كانت هتطلع عليكي يا توتو. شفتي؟ ايوه، ما رضيتيش تكلميه ليه؟ ده كان وسيم قوي. لا ده صغير قوي. يا سلام، وايه يعني؟ عمرك ما خرجتي مع حد اصغر منك؟ انا عمري اصلا ما خرجت مع رجاله غير جوزي الله يرحمه. وهو ان الاوان. مستنيه ايه بقى؟ وهم الرجاله هيعجبهم ايه فيا؟ لا هيعجبهم كتير. انت بتجامليني صح؟ كتير زي ايه يعني؟ وانا هجاملك ليه يا تودو؟ انت حلوه وقوامك حلو ودمك خفيف قوي كمان. انا طبعا. الله، في ايه؟ مالك، جوزك ما كانش بيقول لك كده؟ الله يرحمه، ما كانش عنده نظر. ما تاخديش على خاطرك مني يعني يا تودو. انت كل اللي محتاجاه ما تحبكيهاش قوي، حاولي كده تفكيها حبتين. افكها يعني ايه؟ ما شفتيش الولد ازاي كان عمال يسبب لي؟ وانا ما بعرفش اتصرف في المواقف اللي زي دي. انا اقولك تتصرفي ازاي، في حاجات كتير قوي تتعمل. بصي بصي، انت تبصي كده بطرف عينيكي، وبعدين تبصي الناحيه التانيه خالص، وتفضلي تلعبي في شعرك كده وانت مبتسمه، كلها اقل من دقيقه وهيبقى تحت رجليكي. يا لهوي، لا انا اتكسف جدا، ده انا ممكن اطلع اجري. يا سلام، وايه يعني؟ ما تجري تجري وهو يجري وراكي. هو انت يعني عملتي كده مع فهمي اول مره؟ مع فهمي انا ما عملتش كده، مع فهمي انا كنت على طبيعتي، وهو قال لي ان اكتر حاجه حبها فيا اني كنت على طبيعتي. طيب ولما جه كلمك اول مره عملتي ايه؟ عملت نفسي مش فاهمه حاجه، مع انه كان عاجبني قوي وكان في نظرات وابتسامات. تودو انت مش فاهمه حاجه خالص، محتاجه تتعلمي كتير. سيبي المهمه دي عليا، انا هعلمك كل حاجه. بس اقول لك حاجه، الصراحه انا اتبسطت قوي النهارده. تصدقي ان دي اول مره اركب فلوكه في النيل؟ عال خالص. مستعده بقى تعملي حاجه تانية اول مره تعمليها في حياتك؟ استني. ايه ده؟ لا لا لا، انا ما بشربش سجاير خالص. لا الله، دي مش سجاير عاديه. يعني ايه مش سجاير عاديه؟ لا 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 لا، انا ماليش في الحاجات دي خالص خالص. وبعدين انا ما كنتش اعرف ان انت اصلا ليكي في الكلام ده. فهمي قال لي نشرب سوا، فانا قلت وماله. طبعا هو ما بيعرفش يجيب لنا اي حاجه، فقلت اجيبها انا. يا لهوي، لا ما مش عارف. توتو ما يبقاش دمك تقيل، اسمعي كلامي وجربي، هتتبسطي خالص. امسكي. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت كنت قلتي لي يعني انت فهمي حب فيكي طبيعتك؟ لا، حبك ان انت على طبيعتك. هو ازاي الواحد بيبقى على طبيعته؟ بيبقى فاكك، تنسي كل حاجه حواليك، تتصرفي كانك مش شايفه حد قدامك، كانك لوحدك في الدنيا. ايوه يعني، بس مش في ادب، اتيكات، ذوق، ما ينفعش. اتيكات ايه؟ قبل النظره. في ايه حضرتك؟ هي يعني دنيا مستاهله اللي يجي على بالك اعمليه وتصد في اي حاجه يا تودو؟ ايوه بس كده يعني الناس تزعل. والله ما يزعلوا، ما يتفلقوا. بصي يعني لو احنا ما دققناش في كلامنا ومركزناش في تصرفاتنا هنغلط والناس هتزعل مننا. الناس اللي هتعملي حسابهم يا توتو بناقصهم، لسه هنمثل. بس انا بحس ان مش بس انا، بحس الناس كلها بتمثل. حتى انا يا توتو؟ لا لا انت لا، بس انا مثلا جيراني واصحابي وكل الناس اللي اعرفهم يعني بيمثلوا عشان يبقوا كده، يعني بيتصرفوا حسب الاصول. يعني جوزي مثلا الله يرحمه لو كان شافني وانا بفضفض كده وواخده راحتي في الكلام، ده كان هيقول عني عيانه ومش بعيد ياخدني عند دكتور نفساني. يا ساتر، هو كان صعب قوي كده؟ كان هيقعد يديني محاضرة عن إن الكلام ده ما ينفعش، وإن الست لازم تسمع كلام جوزها، وإن الست أهم حاجة في حياتها جوزها وبيتها، وإن هي ما عندهاش أصلاً وقت للكلام ده.
يرحمه. الله يرحمه، جوزك كان دمه زي السم. ما تزعليش مني يا توت. يمكن معايا انا بس يا فاتن، معرفش. يعني هو مثلا لو شافني بعمل الكلام ده، يا لهوي ده ممكن يموتني. هاتي هاتي خدي. انا مش حاسه باي حاجه، هو بس وجعلي زوري، بس مش حاسه بحاجه. عادي عادي، ما تاخديش في بالك، ساعات بياخد وقت. احنا فاضيين، ورانا ايه يعني؟ انت وراكي حاجه؟ لا ما وراناش حاجه. هو انت مش هتقابلي سي فهمي بتاعك النهارده؟ مش النهارده، بكره. النهارده لسه التلات. تلات؟ النهارده التلات، خارج مع مراته، عنده عشاء عمل، هيخرج يتعشى عند المدير بتاعه. هو النهارده التلات؟ انت متاكده؟ طب بصي، انا النهارده التلات عندي كان ميعاد مع تحيه، مش انا تحيه، تحيه الثانيه بنت خالتي، عندها دكتور ميعاد، دكتور نس. انا لازم امشي حالا. فين شنطتي؟ فين شنطتي؟ فين شنطتي؟ في ايدك. باي 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 يا مجنونه. يخرب بيتك، انت اتجننت. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. اوف، انت لازم تمشي حالا. انا استنيت لحد ما كامل ماشي بالعربيه. شيري انا اسف على اللي عملته اخر مره، بس انت برضه عصبتيني. لازم تمشي حالا، دلوقتي حالا. طب قولي لي انك انت مش زعلانه عشان خاطري. لمين الورد ده؟ تامر البدري. ازيك؟ ازيك، بقالي كتير ما شفتكش. ايه الورد الحلو ده؟ جايبهولك. ايوه، عارف ان انت جيتي السفر فجاي اسلم عليكي. ليه انا؟ ميرسي، حلو قوي. بس انت عرفت منين ان انا جيت؟ انا ما عرفتش. من هنا، من هنا. انا كنت بتكلم معاها بفضفضها على موضوع الفرح وكده، فقلت لها فقالت له بالظبط من هنا. صح، من هنا. بس الورد يجنن. تيمو، مش لازم تمشي دلوقتي، ماما مستنياك. ايوه صح. معقوله تمشي بسرعه كده؟ احنا كمان مشغولين. لا احنا مش مشغولين. لا مشغولين. مش مشغولين، ولا انت وراك حاجه؟ لا انا كنت رايح النادي. حلو، محلوله. انت ممكن تسبقني وانا اجي وراك على طول، نقعد شويه في البرجوله يعني، لو حابب. اكيد. طبعا. احب جدا طبعا. اتفقنا. اشوفك هناك. اوكي اوكي، اشوفك في النادي. باي باي. والله. نعم، الولد لطيف، جاي لحد هنا علشان يجيب لي ورد ويسلم عليا. الورد حلو قوي. لولي، مش معنى ان يحيى بيعك ان انت كمان تعكي. وبعدين تامر صغير قوي. وماله معك؟ ايه، ماليش نفس. تامر مرتبط، ويحيى كان بيخني وهو خاطب. عادي، تحفه. احطه فين ده؟ في الاوضه عندي ولا؟ اوعى يا اكرم، حرام عليك. بليز ما تعملش كده في فانكي. بليز ايه اللي حصل؟ مين فانكي ده؟ ده الكلب بتاعي اكرم، قالي لو ما رجعتش هيسيبوه في الشارع. الحيوان. وهو ممكن يعمل كده فعلا؟ انا هروح له. طب استني استني، انا جاي معاكي. استني انا جاي معاكي. بصوا بقى، وانا هقعد هنا اعمل لكم بطاطس محمره ومسقعه على ما تخلصوا خناقه مع البلطجي ده وتيجوا تاني. انا جاي معاكم. انا هتصرف يا علي. بقول لك جاي معاكم. ماشي، يلا يا ده. ممكن بسرعه؟